تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، فرط الحساسية النوع الثاني. تايب 2 سايتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي، أيضا نسميها سايتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي. تايب 2 سايتوتوكسيك رياكشن از ميدييتد باي انتي بوديز دايركتد ايجنت انتيجين، هذا راح تتوصل عن طريق الانتي بوديز مباشرة ضد الانتيجين موجود اون ذا سيل ممبرين على غشاء الخلية. That activates فراح ينشط لنا complement system، فهذا ال complement system يسبب لنا antibody mediate destruction of cells يؤدي إلى تحطيم الخلايا. The cell membrane is damaged by a membrane attacked complex during activation of the complement. فreaction enveloped combining ارتباط ال antibody IgG أو IgM antibodies with مع cell fixed antigen. الكومبايننج الارتباط تكون اما انتيبادي اي جي جي او اي جي ام مع الانتيجين المثبت على غشاء الخليه. انتيجين انتيبادي رياكشن ليدز، فانتيجين ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي، فهذا التفاعل يؤدي الى كومبليمنت اكتيفيشن، تنشط لنا كومبليمنت سيستم نظام المتمم. نتيجة in the formation راح يسبب لنا membrane attacked complex. This complex هاي المعقد فيؤدي إلى causes damage to the cell، يؤدي إلى damage الخلية أو الخلايا، سواء خلايا بكتيرية أو خلايا أخرى. فcomplement mediated lysis in Rh hemolytic disease، فهذا النوع الثاني راح تكون تحدث فيه مثلا في Rh hemolytic disease ونقل الدم transfusion reaction أو hemolytic anemia. هذا هو ميكانيزم type 2 hypersensitivity. هذا عندنا target cells، هذا هو الانتيجين موجود على سطح target cell، هذا عندنا antibody، فراح يجي الانتيبادي ترتبط مع surface antigen، فantibody depending cell mediate cytotoxicity، فأما تكون عن طريقة cytotoxic action by natural killer cell أو تكون complement mediate reaction، فراح تكون يكوننا membrane attacked complex، وعندنا C3B هذا راح تتنشط عندنا phagocytosis، فراح يصير عملية الobsonization by C3B and phagocytosis، أو تكون عن طريقة membrane attacked complex تكون osmotic lysis. هذا هو ميكانيزم Type 2 hypersensitivity. Type 2 cytotoxic hypersensitivity اللي مسببات هاي النوع من الحساسية النوع الثاني، هو عندنا transfusion reaction كنقل الدم mismatching غير مطابق من شخص إلى شخص، فهذا الانتيبادي راح تكون ضد الانتيجين فيسبب لنا hemolysis of the donor cells by antibody and complement. النوع الثاني ايضا تكون في الجنين عندما تكون الانتيبادي specific for fetal blood group antigen، فهذا راح يصير crosses the placenta and destroyed fetal red blood cell. هذا النوع الثاني تكون ما بين الام وجنينها، خصوصا عندما تكون Rh negative مع Rh positive، فايضا نتيجة هذا يؤدي الى تحلل الدم severe hemolysis، فهذا يؤدي إلى أنيميا فقر الدم، وأيضا يؤدي إلى أبصفار هايبر أو هايبر بيليروبينيميا، وأيضا ربما يؤدي إلى الوفاة. هناك قسم من الأدوية كالبنسلين والأخرى أيضا يسببنا hemolysis، راح يسببنا التحلل لكريات الدم الحمراء، فهذا التحلل راح يصير attach to the surface of the red blood cells and induce the formation of IgG antibodies. هذا التحلل يؤدي إلى تكوين ال IgG antibody ضد هاي الانتيجين أو نسميها auto antibody، فتتفاعل مع red blood cell surface فيؤدي إلى hemolysis، يؤدي إلى تحلل الدم. عندنا مسبب آخر، عندنا Goodpasture syndrome، هذا تكون auto antibody of IgG class produced agent ضد the basement membrane الغشاء القاعدي of the lung الرئة أو الكدني، وهذا auto antibody راح ترتبط مع to the tissue
اوف ذا لنج مع انسجه الرئه او انسجه الكدني، فراح يؤدي لاكتيفيت تنشيط الكومبليمنت سيستم، فبالنتيجه يؤدي الكومبليمنت سيستم الى دامج هذه التشيو الانسجه. وايضا عندنا مسبب اخر، عندنا ريماتيك فيفر، وايضا هذا الريماتيك فيفر اللي يسببها نوع من البكتيريا نسميها ستريبتوكوكس جروب اي، فهذا راح يصير كروس رياكت ويد كارديك تيشو اند اكتيفيت كومبليمنت اند ريليز اوف كومبوننت اوف ذا كومبليمنت which is tearing causes damage of the cardiac tissue. فهذا الريماتويد فاكتور او ريماتويد فيفر، هذا الانتيبادي اللي يسببها البكتيريا جروب اي، الانتيبادي تكون ضد هاي الانتيجين، فهذا التفاعل ينشط لنا الكومبليمنت، والكومبليمنت راح يؤذي انسجه القلب.